حبايبي بريب 2 احنا في الالجبرا كملنا على بريب 1 الكيو اللي هي راشنال، خدنا الجديده بتاعت الكيو داش الايراشنال. ميزنا الايراشنال بحاجه، ايه هي؟ ان فيها سيمبل اسمه باي الراشنال. ميزناها بحاجه تاني، الراجل ده A over B وال-B doesn't equal zero، الراجل ده ممكن يبقى A على الزيرو، يبقى لو الدينومينيتور زيرو. كمان الراجل ده عنده حاجة اسمها perfect square. استنى مستني، يعني أنا لو جيت للراجل ده ودخلته على الكالكوليتر، شوف كده الأنسر تديني إيه؟ مالكش دعوة بالنيجاتيف؟ ماليش دعوة بالنيجاتيف. يا مستر كلنا لما نيجي نكتب انت مالكش دعوه بالنيجاتيف لانها مش جوه الروت. فالانسر بتاع دي طلعت كام؟ يا 6. انت تنفعي في عيله الراشنال ولا الايراشنال؟ استنى، ال 6 ده هول، واي هول بيبقى اوفر 1، يعني دي 6 اوفر 1، يبقى الدينومينيتور دازنت ايكوال 0، يبقى تدخل في عيله الكيو ولا الكيو داش؟ كيو. شكرا. انت هنا تروح جاي تكتب له كيو، يلا نلعب سوا. يا ميكسد تدخل عيله الكيو ولا الكيو داش؟ الميكسد. كيو. شكرا. نيجاتيف 5 انت انتجر بس اوفر 1. كيو. شكرا. ابسوليوت هدخل في الكالكوليتور هيديني 5، شغال كيو. نلعب بقى شوية كمان، نروح على 7. جرب كده يلا اعمل لي سكوير روت لل 7. ما ادتنيش هول، ما ادتنيش بيرفكت سكوير، يبقى أنت في الكيو داش. 12 كيو أور كيو داش. طالما السكوير روت أو الكيوبيك روت ما ادانيش هول، انت ما تنفعش في اللعبه بتاعتك. شكرا. يلا نهزر مع بعض شويه. ها نمبر 15. شكرا. عرفنا منين؟ عشان الباي. يلا مع بعض 14. طب ركز اعملها لي بس 0.343 ما تتسرعش. فعلا كيو. ليه؟ الانسر كام؟ الفاليو كام؟ الله 7 اوفر 10. الله طب ما انت ايه اوفر بي والبي دازنت ايكوال، يبقى الراجل ده يدخل في عيله مين؟ شكرا. 0 اوفر 3 يلا بسرعه. ايكوال 0. طب بص كده 0 اوفر 3 مش ده فراكشن؟ اه. والدينومينيتور دازنت ايكوال 0 لا كالكوليتر ولا غيره. كيو يا مستر. طب يلا ها بسرعه عشان ندخل على حاجه جديده. يبقى انا بدرب نفسي اللي يديني بيرفكت نمبر هول انتجر، يبقى انت شغال كيو. شكرا. كيو هسيبك تبقى انت تكمل وتبعت لي، بس انا عايز اقول دي اشمعنى. احنا قلنا زمان اي نمبر to the power 0 equal when 1 كيوب. شكرا. يبقى انت هسيبك تبقى تكمل ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي. تعالوا كده مع بعض. الراجل الجميل ده بيقول لي find an approximated. an approximated يعني هات لي حاجه قريبه من الفاليو بتاعتها ومديني سكوير روت 11 وعايزها تونيل 600. تفتكر هنعمل ايه؟ اللي انت عملته ده بس طريق. ها؟ استخدم الكالكوليتر تاني. الراجل ده اداني سكوير روت او هيدي لك كيوبيك روت سواء بوزيتيف او نيجاتيف، عايز اعرف الابروكسيميتد بتاعه كام؟ ما تخافش وما تتخضش، هتستخدم الايه؟ كان. شكرا. تعالى يلا كده مع بعض شوف لي كده يا ترى روت 11 ايكوال كام؟ وهستنى تشوف. نعم ما تزعلنيش منك،
ادتني روت 11 يا مستر. طب وانا ايه الاستفاده؟ نروح على عمه سيد اس 2 دي، يعني انا عايز ندسم النمبر يبقى 3.2 اهو كده. نيجي بقى للنقطه اللي انت نسيتها بتاع جريد 5، لما اقول لك نيرست 100 يبقى انا عاوز 2 ديسيمال 10th، انا عايز 1 ديسيمال. لو قال لك كلمه thousands يبقى انا عاوز 3 ديسيمال كمان مره. فرضا هنعمل كيوبيك لل 7، يلا يا برنس برافو عليك، ادتني كيوبيك 7 ما استفدتش حاجه. عم سيد ها؟ لا قول كده هتديني ايه؟ استنى بس، الاول احنا قلنا هناخد اس 2 دي هكالكوليتور، ادتني كام؟ يا حبيبي اقرا لي النمبر يا بابا، ده انا عامل ابروكسيميت ديفرنس مش عارف تقول النمبر. 1.9 ها؟ 1.2 9.8 9.8 طب خلاص كفايه عشان انا مش سامع. حبيبي بقى بص، لو انا قلت لك 100 تاخد 2 ديسيمال، لو انا قلت 10 اخد 1 ديسيمال، لو انا قلت لك 1000 تاخد 3 ديسيمال. ده شو جريد 5، بس انت عليك دور بتعمله وانت في بريب 2 ان انت درست بقى اهو السكوير روت ودرست الكيوبيك روت. يلا هسيبك انت لدي، انا عايز كيوبيك روت نيجاتيف 9. يلا بسرعة. ايه؟ 2.0 شكرا. طب استنى، نيجاتيف 2.0 كم؟ 0. طب هو ليه انا كتبتها نيجاتيف 2.1؟ يبقى اكيد هنا كان في حاجة. كمل يا حبيبي. ايه وشوية حاجات. لما اقول لك 10 يعني انا عاوز الراجل ده، فالايه؟ مور 5 تروح عامله له اد 1 كمان مره. حضرتك لو كتبت له 2.0 الزيرو ده هاز نو فاليو، يبقى انت عملت له للهول. الراجل ده بيقول لك انا عاوز للتنف، يعني انا عايز ده يبقى اندرلاين واشوف الرايت ديجيت لو كان 5 اور مور يروح عامل له اد 1، يبقى ال 1 ده جاني من ال 8. يا ريت نراجع الجزء دوت علشان ما ننسى. حبايبي تعالوا كده نشوف سؤال جديد مكتوب عندك في بوزيشن كام؟ 314 بيقول لي فايند تو كنسكيوتيف، كنسكيوتيف او كنسكيوتيف دي اهي، يعني لما اقول 1 نيكست هتقول لي 2 نيكست 3، فيتقال ان ال 2 وال 3 وال 3 الكنسكيوتيف، يعني اللي وراه اللي بعديه معايا. طب انت عاوز ايه؟ ذا فولوينج، تعال بقى نشوف مسالتي ايه. يبقى كنسكيوتيف يعني اللي وراه. بص بقى معايا لو سمحت، يا روت 5 انا عايزك انكلودد بتوين، دي يا روت 5 محشوره بين مين ومين؟ حد يعرف؟ طب نقول حاجة بسيطة، إيه هي؟ بص يا حبيبي، علشان أعرف وأنا كمان بص معايا، بقول لك أنا عايز كلمة انتجر. يا مستر الكلمة دي أنا نسيتها. كلمة انتجر حاجة خدناها في جريد 6 اللي هي 1 2 أند سو أون، 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 أند سو أون. يعني الانتجر نمبر دول اللي هو النمبر البوزيتيف والنمبر النيجاتيف والزيرو. الروت 5 دي الراشنال، معقوله ده ممكن يبقى انكلودنج بتوين تو انتجر؟ قال لي ايوه. طب هعملها ازاي؟ بص كده، ايه ده بقى؟ قال لي هاخد الروت 5 هدخلها على الكالكوليتور واشوف الانسر بتاعي. جرب كده فتبقى روت 5. فاتفقنا بنشتغل اس 2 دي نحولها لديسيمال، طلعت كام؟ شكرا كده الدنيا بدأت تهدى؟ أقول له آه. ليه؟ عشان بدأ يظهر عندي هول، أهو الـ 2 دي هي الانتجر. فابتدي أقول لها يا 2 أنت انكلودنج بتوين كام وكام؟
ركز والنبي 1 و 3 تاني. انا ده ما كانش هول فما اقدرش اجيبه على النمبر لاين بتاع الانتجر يوزنج كالكوليتر. وعملنا اس 2 دي اداني 2.2 خدت انا الهول بس اللي هو ال 2 يبقى ال 2 بس. فاقول لها يا 2 انت انكلودنج الانكام وكام؟ ها؟ شكرا. يبقى دي اول حاجه هي انكلودنج بتوين. انا كتبت 2 و 3 معلش هي 1 و 3. بص بقى معايا او هناخد بالشكل ده انا هشيل بقى الكلمه دي يا روت 5 كلمه انكلودنج بيستخدموا السيمبل مور وليس. ادي مور وادي ليس كمان مره تاني. نعم حبيبي يبقى انا دلوقتي بقيت عندي بص بقى معايا احنا قلنا دي 2.2 اللي قبل منها واللي بعد منها. طب انا لو كتبت 1 هل في بعد منه بيرفكت؟ قال لي ايوه اللي هي مين؟ 2. بس انا لما اجي اشتغل ده سكوير روت فانا بروح جاي لل 2 اعمل لها سكوير واجي لل 3 اعمل لها سكوير. كمان مرة الروت 5 ايكوال 2.2 فأنا بدأت أعرف الانتجر كام اللي هو ال 2. أنا هشبط في ال 2 دي فأنا ال 2 دي أنا عايز قبل منها وبعد منها. طب استنى يا مستر ما أنا أقدر آخد ال 2 نفسها ليه؟ عشان دي 2.2. طب أنت ليه كتبت روت 4؟ أصل دي روت 5 مش هحط قبلها وبعدها الانتجر هحط الفورم بتاع الانتجر بس بالسكوير روت. تروح جاي لل 2 تعمل لها باور 2. هاجي لل 3 اعمل لها باور 2. كمان مره. هاجي لل 2 اعمل لها باور 2. تديني 4 واحطها جوه السكوير روت. اروح لل 3 اعمل لها باور 2 وادخلها جوه السكوير روت فتبقى الروت 5 including between root 4 root 9. بس في فكره ان ده انتجر لانه هيديني 2 وده انتجر عشان هيديني 3. طب نلعب واحده كمان يا مستر بعد اذنك. لو اداني سكوير روت اور اداني كيوبيك روت وبيقول لي انا عايز including between integer number الراجل ده هستخدم الكالكوليتر سكوير روت 12 اداني كام؟ يا عرب 3.2. ها؟ راجع تاني 3.2. بص بقى انا عاوز الانتجر في الراجل ده انا عايزه 3.4. حاضر مش فارقة 4 5 6 7 8 9 مش هو ده اللي هيفرق معايا. انت عايز الانتجر ده يبقى انا هاخد اول واحد ده اللي هو ال 3. لا انا هعمل لها سكوير واكتبها تحت الروت. تاني الهول ده هاخده هعمل له سكوير وادي الروت. كلمه انكلودد بناخد السيمبل مور وليس مور وليس ده السكوير روت بتاع ال 12. فانا خدت ال 3 مين افتر 3؟ بس انا مش هاخد الفور هنعمل ايه؟ فور باور 2 بس سكوير روت. اعمل دي اللي هي روت 9 ناس بتعمل كده على طول ودي روت 16. ادي الاجابه بتاعتي. تعالوا هو مديني كيوبيك روت لل 10. هل الكيوبيك روت لل 10 اقدر برضو اقول له انكلودد بتوين تو انتجر؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هنشتغل بالكالكوليتر. يلا يا كيوبيك انت تقريبا بكام؟ 2.1 ايه؟ 2.1 او 2.2 احنا اتفقنا الديسمل مش فارق معايا صح الكلام؟ فاحنا هناخد الهول الاولاني. بص بقى عشان هو هنعمل وان ستيب يبقى انا كلمه انكلودد اهي معايا وادي هنا اقول كيوبيك للتاني. نروح للتو دي المره دي عشان انا كيوبيك فهتبقى كيوبيك ها تو باور 3. طب وهناك
باور 3 اللي هي دي تبقى كيوبيك لل 8 ودي كيوبيك لل 27. ضرب اكس ان انتجر. في فرق ان انا اقول لك ان الليتر الميسنج انتجر او ان انا اقول لك عليه ناتشرال او ان انا اقول لك عليه كيو. في فرق. اول حبيبي بقول لك اكس انتجر يعني الاكس بتاعتك 1 2 3 ما تنفعش فراكشن، ما تنفعش ديسيمال، ما تنفعش ميكس. تعال بقى نشوف طب انت عايز ايه. مديني بقى المره دي ادي سكوير روت قبل منه اكس واكس بلس 1. الفكره بتاعت دي هي نفس الفكره اللي انا كنت بحلها. ليه؟ انا مش هشتغل بروت 2 فهروح على ايه؟ حلو، وهجيب الفاليو بتاع مين؟ روت 2. طب طلعت كام؟ بص بقى اللي انا هقوله المره دي. انا هنا انا مش محتاج غير حاجه واحده بس. الانتجر اللي طلع هنا كام؟ يبقى هو ده ال1، يبقى خدتك اكس بكام؟ 1. بس كده اهو. تعالى نشوف واحده كمان بس حضرتك اللي تحل. انا هسيب لك انت المساله دي. ما شاء الله الصوره فوق. انت بقى جرب مع نفسك، عندك اهو مور اكسرسايز، حاول تحل. المره دي مديني كيوبيك، هنلعب حاجه واحده. اروح جاي بالكالكوليتر اجيب كيوبيك 50. يلا بسرعه كيوبيك 50. 3.6. شكرا. 3.6 هناخد مين؟ 3. بس يبقى خدتك اكس بكام؟ 3. فينش. هنبتدي ندخل حاجه اسمها وورد بروبلم في الجزء بتاع الالجبر. الراجل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي السيرفيس اريا بتاع السكوير whose side length is root. ايه قول لي ده؟ لحظه بس بص معايا. انت عايز ايه؟ ايه؟ اقرا. سيرفيس اريا اللي هي الاس اي بتاعت سكوير والسايد بتاعه كذا. فانا بقول لنفسي انا عارف ان الاريا بتاعت ها السكوير. فكرني كده عشان انا نسيت حاجات خدناها قديم. ها سايد تايم سايد. في رول ثانيه ايوه هاف الدياجونال سكوير. طب انا ليه ما رحتلهاش؟ اقول له انت مديني السايد. معايا؟ يبقى انا هنا السايد روت 3 والسايد تايم سايد، يبقى انا كمان هعمل ملتبلاي روت 3. كل ده في الكالكوليتر تخلص الاجابه. كمان مره. الراجل ده جاب لي حاجه اسمها سكوير واداني السايد وعايز الاريا، يبقى انت لازم تفتكر الرول سايد تايم سايد. في رول ثانيه ايوه هكتبها ممكن تظهر ايوه هاف دي سكوير، والدي دي اللي هي الدايجونال. فلما اقول سايد تايم سايد السايد لينث هو قايل روت 3، ممكن اعمل كده وممكن اقول له روت 3 باور 2. الطريقه اللي تناسبك اشتغل بيها. بيقول لي الراشنال نمبر لاي بتوين 3 و 4. طب ال 3 وال 4 انا عارفهم. كلمه الراشنال ممكن يبقى ايه؟ خد بالك بقى من دي. كلمه الراشنال ممكن يبقى سكوير روت، ممكن يبقى كيوبيك روت، انت حر. انا لما هاجي اشتغل انا بسال نفسي ال 3 دي ينفع اخليها ال 4 سكوير روت؟ ينفع. ولسه قايلين اعملها ازاي؟ 3 باور 2 وهو الروت. كمان مره ده هول 3. طب انا عايزك سكوير روت بمنتهى البساطه، هعمل له سكوير 3 باور 2 فيبقى روت 9. طب معلش مش واخد بالي، هو انا هلعب مع ده؟ لا بس انا جيب ده الاول. طب انا عايز الفور، هعمل لها سكوير وادخلها جوه الروت، هتبقى كام؟ الله انت سايب الدنيا دي كلها ليه؟
ما حبيبي بتوين روت 9 وروت 16 انا عندي مور الراشنال كمان مرة انا عايز الراشنال بتوين الثري والفور مش عارف لا نعرف هاخد الثري اعمل لها باور 2 واكتبها جوه السكوير روت وبرضو الفور طب بعد كده بقى عندي روت 9 وروت 16 في ما بينهم ها تقدر تقول لي مين ما بينهم مثلا ينفع روت 10 ينفع والراشنال مين تاني 11 روت 12 روت 13 روت 14 روت 15 كلهم الراشنال كمان مره الراشنال بسيطه بس فيها جزئيات كتيره ازاي انا اخد من الهول الانتجر واشتغل بيه حاجه اسمها الراشنال طب تعالوا نشوف فكره ثانيه تعالوا كده نشوف فكره ثانيه خلاص يا بنتي بيقول لي يوزنج الابروكسيميت تو فايند ذا فاليو بروف ذات يعني انت هتعمله ستيبس ان الروت 2 انكلودد بتوين 1.4 اند 1.5 ازاي نعمل بروف ذات ان الروت السكوير روت لل 2 انكلودد بتوين 2 ديسيمال هنعمل حاجه بسيطه هناخد الراجل الجميل ده هعمل له سكوير واخد ال 1.4 سكوير واخد ال 1.5 ونعمل سكوير. طب انت عايز تعمل كده ليه؟ عشان انا ما اقدرش اعمل ريليتد بتوين سكوير روت وده ديسيمال. نقول تاني يبقى هناخد مين؟ ها؟ روت 2 هنعمل لها باور 2 بالكالكوليتر. ادي 2 هنرجع ناخد 1.4 خلاص اهي ظهرت الحمد لله كمان مره لما اقول لك بروف ذات هناخد الروت اعمله سكوير باي يوزنج كالكوليتر هاخد ال 1.4 واعمل لها سكوير وكمان هاخد ال 1.5 واعمل لها سكوير كمان مره اداني سكوير روت بيقول لي انكلودد هاخد ال 3 نمبرز اعمل لهم سكوير بس كل واحد لوحده ايه اللي انت ملاحظه؟ أقول له ملاحظ إن 2 مور 1.9 ولس 2.2 الله أنت رجعت قلت كلمة مور ولس كلمة مور ولس هي المعنى بتاع الانكلودنج تاني ال 2 بقت مور لده ولس لده يعني هي بقت محشورة ما بينهم يبقى أنا هبتدي آخد ال 2 الأول يا تو انت مور لده ولس لده ادي اول حاجه طب وبعد كده ارجع كل حاجه للاصل بتاعها التو اللي هي السكوير روت وال 1.96 هي ال 1.4 والثانيه ال 1.5 ادي دي الستبس اللي الراجل عاوزها منك هقول تاني وننزل سنه عشان ما ظهرتش انا معايا سكوير روت عايزه انكلودد عملت سكوير للثري نمبرز لو بصيت لقيت ال 2 دي مور ال 1.9 ولسه ال 2.2 طالما واحده بقت اكبر من حاجه واصغر من حاجه فهو ده المعنى بتاع الانكلودد بقت مور ولس كتبت الاول النمبرز دول بعد كده ال 2 كانت الاصل بتاعها سكوير سوري روت 2 ودي كانت ال 1.4 ودي ال 1.5 ما بعملش اكتر من كده في كلمه بروف ذات